يا مساء الخير، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان. برحب بكم النهارده، وبجد فعلا عايز بس اشكركم على حاجه كده بسرعه. طبعا الشهر اللي فات ما كنتش موجود مده طويله، وجت تليفونات كتيره قوي، وفريق المتابعه بلغني بكل رسائلكم وتليفوناتكم، وانا بشكركم جدا انكم كنتوا تسالوا عليا. ربنا يبارككم حقيقي، كان فعلا افتقدتكم ووحشتوني جدا، ومره ثانيه بقول لكم شكرا لاجل سؤالكم. ربنا يبارككم. النهارده حلقه يعني زي ما كنا بنصلي قبل حلقه مع جناب القسيس وبنقول له عايزين حلقه مميزه. النهارده عندنا حلقه مميزه، زي كل خميس ربنا بيدينا بركة غير عادية. والخميسات اللي فاتت بالمناسبة أنا يعني كنت بتفرج على البرامج وشفت الخدام المباركين اللي كان فيهم مسحة ربنا فعلا، والموضوعات الرائعة اللي كان رب بيقودهم فيها. النهاردة معانا أقدم ضيف الأول، الضيوف اللي موجودة هنا في الاستوديو، بعدين نتكلم في الموضوع اللي هنحكي فيه النهاردة. معانا جناب القسيس هاني موسى شاكر. أهلا وسهلا بيك يا جناب القسيس. أهلا بيك يا حضرة السيسي. جناب القسيس راعي الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية القاهرة، للناس اللي هم مش عايشين في مصر يعني. ومعانا كمان مرنمنا الجميل قوي، ودي مش أول مرة، ماريو أشرف. أهلا بيك يا ماريو. ماريو عنده صوت مميز كده، يعني تشوف سنه صغير وصوته حاجه كده جامده قوي. هنستمتع جدا النهارده. طب يمكن تقولوا لي طب هنتكلم عن ايه قسيس؟ ما تقول لنا الموضوع. هقول لكم الموضوع، احنا النهارده هنتكلم عن البديل. تقول لي يعني ايه البديل؟ هنعرف يعني البديل، بس اصبر معانا شويه. ونفسي قوي تليفوناتكم تدخل وتسالوا، وما تكسفوش في الاسئله، اسال بجراءه وصدقني رب هيبعت اجابه لكل سؤال. طب تليفوناتكم تيجي امتى؟ ادونا ربع ساعه، ربع ساعه نتكلم انا وجناب القسيس كده، ونسمع كمان ترنيمه في الاول، وبعد كده نقدر نستقبل تليفوناتكم. اهلا وسهلا بيكم مع برنامج جميل وحلقه مميزه، البديل. ايوه يا ابونا، ازيك؟ اهلا بيك جناب القسيس، واهلا بكل الاحباء اللي بيتابعونا وبيسمعونا من خلال برنامجك المتميز وعلى شاشه قناه الكرمه. نشكر ربنا كتير قوي، تشرفنا بيك يا قسيس. تعيش دي. طيب انا يعني قبل ما نخش في ان احنا نحكي عن البديل، لاني اعتقد حكايتنا هتكون طويله شويه ومفصله شويه، موضوع مهم قوي. تيجي نخلي ماريو يرنم لنا ترنيمه كده، ونقول ادخلوا الى حضرتي بترنم. ونشعر بحضور ربنا في المكان. امين يا رب. ايه رايك؟ امين في اسم يسوع. امين. نعمل كده. نسمع ترنيمه. طيب نسمع ترنيمه. أخليت نفسك من أجلي، حاملا عاري، حاملا ذلي، وجست في الموت بدلي يا مخلصي. حرثوا على ظهرك بسياط، وأهانوك بلطمة، وبريئا حمل لعنات يا مخلصي. قبل قدم
سبيك المسكوبة عني ويديك وأخشع بالحب لديك يا مخلصي. أنظر إلى تاج الأسواك وأتوب بقلبي الباكي وأعيش حبك أحاكي يا مخلصي. اسمك على قلبي وجبيني حي فيا وذا يقيني يا مخلصي. إليك سأشدو ألحاني ما دمت حيا بلساني وقلبي وكل كياني يا مخلصي. مخلصي يعني بجد ماريو يعني وانت بتقول كلمات ترنيمه قويه جدا اختيار موفق والعازفين الجمال اللي معاك بجد يعني في مسحه كده يا مخلصي يا مخلصي. طب ابونا خلينا نبتدي بالسؤال البسيط ماشي. لما بقول كلمه بديل يعني اول ما بقول كلمه بديل ايه اللي بيجي في دماغك؟ طبعا بداية لابد أننا نشير أننا بنتكلم كتابيا والحلقة بتتكلم عن يسوع البديل يسوع المسيح اللي مات بديلا ونيابة عنا. يعني بيجي في دماغك يسوع والصليب هو البديل وإيه كمان؟ لو قلت حاجة دلوقتي أنت قلت يسوع والصليب لأن كمان؟ بشوف الصليب وبشوف الجلجثة يسوع اللي مات بديلا عننا يسوع اللي أخذ موقفنا وأخذ وضعنا وده اللي قاله الكتاب وأعلنه وهو مات لأجل الجميع. طيب. فموت المسيح لم يكن لأجل نفسه ولا لأجل ملائكة لكن كان لأجلنا. ده اللي خلى الرسول بولس يقول بكل حب وهو بيصرخ في رسالة غلاطية يقول الذي أحبني وأسلم نفسه من أجلي. فمات المسيح بديلا عني. فكوني بسمع كلمة البديل على طول في ذهني وإيماني المسيحي وقصتي المسيحية بتاخدني للجلجثة والصليب بتاخدني لعقوبة خطيتي والموت اللي كان بيتوجب علي ليسوع الذي مات بديلا عني. يعني كلام طبعا جميل جدا بس نفسي اخد القصة من بداية طبعا من بداية عشان اقدر افهم. صح. على فكرة عايز اقول لحضرتك على حاجة انا ما فهمش كل حاجة انا عايزة كده تريحني بشويش وايه وبلاش ايه تجري عشان احنا عايزين ايه عايزين نفهم القصه بالراحه. بدات حكايه البديل دي من فين؟ تعالى يعني خدها لي كده من العهد القديم. بدات من فين يعني؟ تعالى نحكي الحكايه من اولها جناب القسيس ونرجع لاول اسفار الكلمه المقدسه ومن سفر التكوين. احنا بنؤمن ان الله هو اللي خلق وهو الخالق ويوم ما خلق ادم يقول الكتاب في تكوين 1:27 يقول فخلق الله الانسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم. وده بيأكد أنه مش بس أن الله هو اللي خلق لكن كمان لما خلق خلق آدم على صورته على شبهه على مثاله في كل شيء في المعرفة والحق والحكمة والبر والقداسة على صورة الله. وهو بعد ما انخلقه اداه الوصية وقال له الوصية في أصحاح 2:16 ويقول وأوصى الرب الإله آدم قائلا يا آدم من جميع شجر الجنة تأكل أكلا وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها. طب وإذا أكلت يا رب؟ قال له لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. تلك كانت الوصية. يعني هنا معلش يا سيس هو قال له دلوقتي
انت بدات لي من تكوين. ايوه انا عايز برضو بعد شويه نشوف أول أول حتة بديل جت فين. أيوه أنا آدم جات فين؟ وفي قصة آدم في البديل كمان. في البديل. ففي البديل بس فين البديل؟ بيقول له موتا تموت. موتا تموت حضرتك قريت لنا كده أنه قال له موتا تموت إذا أكلت من شجرة معرفة الخير والشر. يقصد بيها أن مجرد ما يأكل من الشجرة هنبص راح وقع والدنيا خفت معاه. الموت سكتة قلبية. لا الموت هو موت الانفصال. الموت أدبيا هو موت الانفصال عن الله. يعني إذن هو بيقصد موت أدبي. أدبي هو انفصال عن الشركة والعلاقة اللي آدم كان بيستمتع بيها قبل السقوط. يعني إذن هو بيقصد إن لما تأكل من الشجرة دي هيحصل انفصال. انفصال. أنا بس بكرر عشان أعرف أنا فهمت صح يعني. موت أنت موت. انفصال عن العلاقة والشركة وبالتالي بعد كده هذا الموت الأدبي في انفصاله عن الله يحتم بعد كده الموت الأبدي اللي هو الهلاك الأبدي. وعشان كده هنقول في الحلقة بعد كده إنه كل الذين انتقلوا من موت الانفصال عن الله ومن موت الخطية نجوا من الموت الأبدي اللي بينتظرهم. خلينا أكمل بقى جزئية. أكل آدم من الشجرة بسبب القصة الكتابية. عارفين ازاي ان الحية اغوت حواء، وحواء يقول الكتاب انها راحت لآدم وقالت لها وقالت الحية للمرأة لن تموتا، الرب قال لهم تموتوا، هي قالت لها لن تموتا بل الله عالم انه يوم تأكلان منه تنفتح عينكما وتكونان كالله. رأت المرأة ان الشجرة جيدة للأكل، بهجة للعيون، شهية للنظر، أكلت وأعطت آدم فأكل. يقول الكتاب في تكوين 3:7 انفتحت أعينهما والنتيجة وعلم أنهما عريانان. ما كانوش الأول عارفين يعني؟ ما كانوش مدركين هذا العري وهذا الخجل وهذا الاستحاء ارتبط بالسقوط. وعشان كده الرب جه لآدم وقال له آدم آدم أين أنت؟ قال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريانا فاختبأت. مع ان ادم حاول يستر خجل هنا حصل بقى بسبب الخطيه، بسبب كسره للوصيه والتعدي، لان الخطيه هي التعدي. هو كسر وصيه ربنا يعني هو متعدى وكسر تعدى على الوصيه تعدى على فبدا يخجل بقى. خجل لانه وقع في الحته اللي الرب قال له خلي بالك يوم تاكل موتا تموت، لان في انتظار وعقاب ينتظرك. اللي حصل انه ادم حاول يحل مشكلته وجاب اوراق تين وحاول يستر نفسه، حابب يحل المشكله لكن ما عرفش يحل المشكله. أيوة. وبعد كده لما طلعت الشمس نشفت اوراق التين فسقط. فاكتشف ادم ايضا عريه، فجاله الرب قال له فينك يا بطل؟ قال له سمعت صوتك في الجنه فخشيت لانه عريان فاختبأت. قال له ما انت عملت ورق تين. قال له بس ما سطرش. يقول الكتاب ان الله يعني عاقب ادم وادبه هو والحواء، هو والحيه وحواء، كان في تاديب الهي. وعشان كده في سفر التكوين وفي هذا المشهد انا بشوف العدل والرحمه في نفس الوقت. العدل ان الله عاقب الحيه وقال لها كده، قال لها ملعونه انت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البريه، على بطنك تسعين وترابا تاكلين كل ايام حياتك. عقاب للحيه. طب والمرأة؟ لا كمان، لكن كان في أمر مهم للحية، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وللمرأة قال لها تكسيرا أكسر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. طب وآدم؟ وآدم أكل كمان. قال له آدم لأنك سمعت القول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك. أنا قلت لك قائلا لا تأكل منها، ملعون الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. بس ده العدل. طب فين الرحمة؟ يقول إن الرب جاب ذبيحة. عرفنا منين الكلام؟ من تكوين 3:21 يقول وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد. يعني إذن وألبسهما. إذن ياسيس أول قصة بديل في الكتاب. الحتة دي بتقول إن الرب صنع حاجة، رب أوجد ذبيحة، ذبيحة وذبح وأخذ جلد الذبيحة وسطر آدم، وكانت الذبيحة بديل لآدم. طيب. سؤال يعني إذا اعتبرت سؤال مش يعني بسيط زيادة عن اللزوم ما شغلش بالك. لا 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 بس خلينا جميلة. إيه خلينا نتفاهم بالراحة مع يعني بعض. هو ليه ما قالش الرب احنا بعد ما أسأل السؤال ده هناخد تليفونات وهنسمع ترنيمة تمام ماشي تمام. عشان افكر في الاجابه. أوكي. ليه الرب ما قالش لادم يا ادم انت روح شوف خروف واذبحه واوصافه 1 2 3 4 وخد الجلد وروح عند الترزي فصل لك قميص والبسه واكسي عريك. تمام.
ليه ما قالوش كده؟ ليه هو بنفسه عمل الشغلانة دي؟ دي بتحيرني بجد يعني. طب هو آدم يعني عاجز؟ هو عريان بيكس روحه. تمام. انت مش هو اللي عرى روحه. أيوه. ولا مين اللي عرى؟ هو السبب. مش هو السبب بالظبط. ما دام هو السبب يبقى هو اللي يكسي نفسه. تمام. ليه هو اللي يكسيه؟ تمام. دي قضيه عايزين برضه عايزين ايه نشير لها بجد، عايزين لها نفهمها لانها قضيه مهمه جدا. تمام. طيب التليفونات بدات ارد. نستقبل بكل سرور. نستقبل التليفونات. ونسمع ترنيمه. امين. ونكمل ماريو. بعد كده نكمل. ونكمل. نكمل. طيب ناخد اول تليفون. الو، الأخت إيفون من القاهرة. مساء الخير يا أخت إيفون، إزاي حضرتك؟ أشكر ربنا الحمد لله. بشكرك جدا على البرنامج، وأنا بتابعه جديا من حلقة للرب الكلمة، لما قلت كنت تتكلم إن يا ربنا ليه الكلمة الأخيرة. أيوه. ودلوقتي أول ما شفت التايتل بتاع الحلقة إن هو البديل، انا وقعت في مشكله كبيره انا وجوزي، ويعني الرب دايما يعني حط في ذهني على طول ان هو هيكون بديل لاحزاني واوجاعي، وان هو هيحط حد، وان هو هيقول الكلمه الاخيره، ومنتظر الكلمه الاخيره لحد دلوقتي، وان هو هيبدل فرح حزني بفرح وسرور. ومستنيه صلاتكم جدا، وانا هتصل الخميس الجاي لاني عندي ايمان كبير ان ربنا بعد شهر من الحزن والالم هيسمع صلاتنا كلنا، وهتصل واقول ان ربنا اتمجد. امين يا اختي ايفون، ربنا يباركك، وصدقي فعلا ان ربنا يعني يجري معجزه. امين يا اختي ايفون. خليكي معانا لاخر حلقه، واكيد ابونا هيصلي معانا ونسمع اخبار طيبه. معانا الاخ وديع. اهلا وسهلا بيك اخ وديع من القاهره. الاخ وديع من القاهره اتفضل. ايوه ما عينيش ايفون على التليفون ولا ايه؟ انت على التليفون يا اخ وديع. ايوه ما انا شايف ايفون. لا لا لا، انا احنا ابعد عن التلفزيون واسمعني من التليفون بس، مالكش دعوه بالتلفزيون. ايوه اخ وديع. اتفضل يا اخ وديع اتفضل. الحمد لله معاك. سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك، ازي حضرتك؟ كنا محرومين منك فتره طويله. الله يخليك، ميرسي قوي، شكرا. حلقه جميله وحلوه، لكن انا عندي مشكله يا جناب القسيس. خير. مش عارف ساهمتوا في انتشار الدقون بطريقه بقت فظيعه في كنايسنا وبيوتنا. ايه اللي اضافوه لينا؟ ما اعرفش. ارجو تحكم الغبائي يعني. لا عفوا ما تقولش كده، بس معلش انا ما فهمتش السؤال. انا اقول لحضرتك كل اللي انتم تصدفوهم بالدقون سواء مرنمين او خدام ساعدوا في نشر الدقون في بيوتنا وكنائسنا. يا ريت نطهر منابرنا، لان لو واحد بدأ اول ميت قدامي مش هصدقه. طب صدقني انت انسان جميل، و ربنا يباركك يا اخ وديع. حدوا اشكرك، حدوا منها شويه. حاضر. احنا بص يعني دي حريه طبعا. ربنا يباركك. ومنابرنا وبيوتنا بقت حاجه سخيفه ومزريه. احنا بص احنا بنوصل رساله. امني يا سيس معلش. ربنا يباركك يا اخ وديع، ربنا يبارك حضرتك. عندك ربنا ما تقولش كلام زي كده، انت انسان جميل. عندك اي سؤال على الحلقه طيب يا اخ وديع؟ مشي، وقع التليفون. اخ وديع احنا بنحبك جدا، خليك معانا لاخر حلقه وهنصلي معاك. اكيد كان عندك طلبة صلاه. ايوه ابن الرب معانا، اهلا وسهلا بيك. الو. ايوه الو اتفضل. مساء الخير. انا ابن الرب المنيا. منين؟ المنيا المصري. من المنيا، اهلا وسهلا بيك اتفضل. كان عندي طلب صلاه، ابني من ساعه ربنا حط وقته تعبان ولسه ماشي معاه. الصوت ما اعرفش ليه مش واضح معايا. يعني على مهلك شويه. بقول لك ابني من ساعة هو تعبان. انت تعبان يعني؟ لا ابني من ساعة الطلاب ابنك تعبان. ايوه يوسف تعبان، اسمه يوسف. ايوه سامعك كده. ايوه
متابعين مع الدكتور، بس برضو احنا يجي لك الرب انه امين. هنصلي لاجل يوسف اكيد. أمين. يعني خليك معانا لاخر حلقه برضو، هنعمل وقت تاني. الصلاه اتفضل اتفضل. حاجه تاني ان انا قاعد من شغل، ما عنديش معايا شغل. اه وانت محتاج شغل، يعني الرب يسر الشغل. هو الرب هنصلي لك لاجل شغل ان شاء الله. وابنك يوسف. ايوه ناخد تليفون تاني. طيب بعد كده ام بشوي، اتفضلي يا اخت ام بشوي اتفضلي. الو يا ام بشوي اتفضلي. انا مطالبه صلاه من عند بيتي كل مشاكل. وعيش بطل السجاير بشوي. امين يا ام بشوي. هنصلي لاجل بشوي ولاجل البيت كله في اسم يسوع في اخر حلقه. حاضر انتظري معانا برضو اخر حلقه. اهلا بيكي. هو طبعا يعني طلبات الصلاه كتيره قوي وناس محتاجه يعني. طيب قبل نرجع نجاوب على السؤال، نسمع ترنيمه. حكم قاضي القضاة وقابل معناه البار، حسب في عداد الخطاة ليحسبنا مع الأبرار. ألبسوا تاج شوك وهو متوج الملوك، ضرب على الرأس كعبد ليرفع رأس العبيد. أيهان العظيم، أيزل الممجد، أيضاع المرتفع، يا لعظم حبك اتضع هذا العظيم ليرفع المتضعين. قبل أن يربت ويقيد ليفك المقيدين. الأيدي التي صورت آدم وشفت الجميع سمرت على الصليب وشوه الوجه البديع. علق من ثبت الأرض لأقدام الإنسان وارتفع فوق الصليب الذي رفع الأكوان. مات بإرادته ودفن باختياره وقام بقوته وصعد بقدرته باندهاش وإعجاب بإجلال وخشوع. نصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع باندهاش وإعجاب بإجلال وخشوع. أصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع، وهو كائن معنا وسيأتي في مجده لافتداء المقتنى لنمجده إلى الأبد. وهو كائن معنا وسيأتي في مجده لافتداء المقتنى لنمجده إلى الأبد باندهاش وإعجاب بإجلال وخشوع. نصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع باندهاش وإعجاب بإجلال وخشوع. نصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع. آمين يا رب. آمين. فكنا بنسأل يعني قبل التليفونات وكده ان ليه ربنا قال لآدم يعني، او هو اللي عمل له حل المشكله. هو اللي حل المشكله قبل ما يقول لآدم. أيوة. يعني كساء ليه ما قالش لآدم انت اكس نفسك؟ يعني آدم تسبب في مشكلته، وطبيعي كونه تحت المشكله وتحت الخطيه ومدرك عريه هو مش هيعرف يساعد نفسه، يحتاج الى من يساعده، وبالتالي كان لابد من تدخل الله. وده دي امر روحي اصيل جدا، انه الخاطي البعيد عن الرب
الشخص اللي شاعر بتعبه ووجعه وألمه، والشخص اللي شاعر بخطيته وضعفه واستعباده، هو ما يقدرش يساعد نفسه، هو محتاج إلى منقذ، محتاج إلى مخلص، محتاج لحد يساعده عشان يخرج من هذه المشكلة. وعشان كده الرب بنفسه هو اللي جه، ده اللي خلق إشعياء يقول الآية الجميلة اللي صرخ بيها في نبوته لما بيقول فرحا أفرحه بالرب تبتهج نفسي بإلهي، وبعد كده يقول لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص وكساني رداء البر. إذا ما ينفعش آدم، كانش ينفع، ما كانش نفسه. يقدر، كان لابد كان من لازم إن الله، لابد إن الله هو اللي يستره، هو اللي يدبره، الله هو اللي يحل له مشكلته. لأنه حل مشكلة الإنسان زي ما نقول بعد شوية، الحل كان من قبل السماء مش من الأرض، من قبل الله مش الإنسان. الإنسان هو صاحب المشكلة، الإنسان هو سبب المشكلة، الإنسان هو اللي تسبب في مشكلة اسمها الخطية، اسمها العصيان، اسمها الموت. مين يحل المشكلة؟ الله هنا، الله هو اللي حل مشكلة آدم في الجنة بأنه أحضر ذبيحة وقدمت وكانها كأول بديل، بديل للفكرة. ما الفكرة كتابيا، لو أنا مشيت حضرة القسيس سمير شوية لقدام مثلا هلاقي القصة أكتر مع إبراهيم وإسحاق، برضو في بديل، في بديل، والقصة يمكن أوضح بشكل للمشاهدين كلهم أحبائنا اللي بيشاهدونا. القصة إن الله لما بعد أن وعد إبراهيم بإسحاق وإداله إسحاق بعد عمر طويل وبعد انتظار طويل، كان أكثر من 25 سنة إبراهيم منتظر تحقيق بالزبط. الوعد. لكن جه في تكوين 22 يقول الكتاب إنه بعد هذه الأمور إن الله امتحن إبراهيم، وكان امتحان قاسي وصعب، فقال له كده يا إبراهيم، فقال ها أنا زي يا رب، فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه. طب إزاي يقول له وحيدك وهو أوريدي عنده حد تاني، عنده أحد أبنائه؟ يعني ما كانش إسحاق بس، ما كانش إسحاق، لكن إسحاق هو ابن الموعد، إسحاق هو ابن الحرة، إسحاق ابن سارة، إسحاق هو اللي قابل المواعيد، إسحاق هو اللي الرب وحيدك اللي جاء بالموعد، اللي يعني جاء واللي الرب قال له رغم إن في ولد تاني، اللي الرب قال له بإسحاق يدعى لك نسل. إن دعوة الله يعني إسحاق، يا سيدي خدني بالراحة، يعني إسحاق كان مميز؟ طبعا طبعا، إسحاق ده بتاع، ده ابن الموعد، إسحاق ده اللي الرب اللي من نسله بعد كده جاء المسيح. والله حب يؤكد لإبراهيم إنه من خلال إسحاق، مش أي ولد تاني، مش أي حد تاني، مش أي حد تاني عنده، مش أي حد، هو إسحاق، هو إسحاق، ولأن اللي تقدم واللي طلب إنه يقدم ذبيحة كان إسحاق. خلينا في القصة براحة، فقال له نحكيها بالراحة كده، قال له قدم ابنك، قدم ابنك الذي تحبه، وحيدك، وحيدك إسحاق، واذهب إلى أرض المريا واصعده هناك محرقة على أحد الجبال التي أقول لك عنها. طب يعني إبن إبراهيم، القصة يا حضرة سيد سمير، أطاع وإبن وجهز الحطب وجهز السكين. ما أنا بقول برضو أنت قلتها في البداية، امتحان صعب، امتحان صعب، مش أنت قلت كده؟ بس لأنه إبراهيم بصراحة فعلا امتحان صعب، لأنه خلينا نتكلم كلام منطقي، يعني أقدم ابني وحيدي بحبه، انت استنيت لما طلعت روحي، ايوه، ها، على بال ما جه، وبعد كده اول ما يجي يبقى ده كان عمره 12 سنه تقريبا. وعشان كده ابراهيم واحد من رجال الله وسحابه الشهود اللي تميز بالطاعه. فلما اتكلم عن ابراهيم اتكلم عن ايمان الطاعه في كل الدوائر اللي الرب اتكلم فيها. ابراهيم اطاع، اخرج من ارضك ومن عشيرتك اطاع، قدم ابنك أطاع، اسمع الكلام سارة بشأن الابن الآخر أطاع. ما في مرة إبراهيم قال للرب لا مش عايز أعمل كده، فإبراهيم أطاع. فنيجي لحتة البديل بقى، وخد إسحاق، وخد إسحاق فعلا وقدمه بالإيمان. والكتاب يقول إن حضرتك بتسألني سؤال، طب هو إزاي قدر يعملها إبراهيم؟ الكتاب يجاوب عن السؤال ده في عبرانيين 11 عدد 17، يقول بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد وحيده اللي ما عندوش غيره، الذي قيل له أنه بإسحاق يدعى لك نسل. أي بس عارف عملها إزاي حضرة الأسيس؟ إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا الذين منهم أخذه أيضا في مثال. يعني ما كانش همه إن إسحاق يموت،
لانه عنده امر اكبر من كده هو طاعته لربنا وثقته طيب. في ربنا. انا مش عايز برضو اطلع بره الحته بتاعتنا البديل ان حدث بديل هنا راح ابراهيم حصل ازاي جاب اسحاق وحطه على المذبح وحط الحطب وبعدين ومسك السكين عايز خلاص هيقدمه فدية وده كان جاد انه يقدمه يعني لم يكن ابراهيم يعمل تمثيليه ما كانش بيمثل ابراهيم لا طبعا كان وكان جاد في اللي بيعمله وبعدين اللي حصل جاهز الى ابراهيم يقول فناداه ملاك الرب من السماء وقال ابراهيم ابراهيم فقال ها انا ذا فقال لا تمد يدك الى الغلام ولا تفعل به شيئا لاني الان علمت انك خائف الله ودي اول درس في مخافه الرب في العلاقه بالعطيه للرب الدهنة منين عرفت ان انا بخافك يا رب قال له فلم تمسك ابنك وحيدك عني وكان ايه بقى البديل بقى كان ايه البديل هنا طب انا مش هقدم اسحاق طب والمذبح والمحرقه والسكين اللي انا ماسكه فيقول رفع ابراهيم عينيه ونظر واذا كبش وراءه ممسكا في الغابه محرقه عوضا عن ابنه خدك من التعبير الكتابي حدثيس يقول ان الكبش والخروف ده عوضا عن ابنه وكانه الله اوجد البديل اللي هيقدم عن اسحاق هو طبعا عندي كام سؤال في الحته دي بصراحه لان برضه يعني ما ابراهيم برضه كان يقدر يعني ياخد مع ده عنده مزرعه خرفان كان يعني ممكن خد ما يجيب اي خروف يعني اشمعنى يلاقي خروف مربوط وجاي من فوق هو ده البديل يعني حتت كده اولا الله اللي كسى ادم اتنين الله اللي بعت لابراهيم يعني الله يعني داخل في كل حاجه في حته البديل طبعا اول امر يعني بيجهز البديل دايما طب ناخد بس ان الناس بقى لها وقت طويل ساعات بيزعلوا مننا ناخد كام تليفون ونرجع مع بعض نكمل قصه لان الله يتدخل دايما في حته البديل ايجاد البديل بالظبط دايما بيتدخل في الحته دي انا من كلامك يعني الله هو الذي اوجد البديل حتى لما هنتكلم عن يسوع بعد شويه برضو الله اوجد الفكره كتابيا الله هو الذي لا انا عايز اتكلم معاك عن حته الدم دي يعني طبعا يعني الاول ذبح تمام وكسى اتنين ذبح وفدى تلاتة أربعة وذبيحة ودم وبدون سفك دم لن تحصل إيه دم يعني وإحنا ناقصين دم أيوة. فبرضو عايز أفهمها بصراحة تمام ممكن يعني طيب ناخد كام تليفون ونفهمها ناخد تليفونات ونرجع نكمل القصة ونرجع نكملها ألو روماني أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا بيك يا باشا أيوة يا أخي رومان إزيك يا أخي رومان اتفضل كنت عايز بس اسال هو ليه ربنا ما بيتدخلش سؤال عبيط شويه كده يعني ليه ربنا ما بيتدخلش في ايه ما بيتدخلش قبل المشكله ما بتحصل في القصه اللي انت بتتكلم فيها حاليا دلوقتي بس ما خلاص ماشي هنسال ابونا ونشوف اي مشكله يعني ليه ربنا رد فعل ما يبقى رد فعل بعد المشكله يعني بعد ما المشكلة تحصل بنلاقيه لكن قبلها مش بنلاقيه ده قصدك يعني؟ بالظبط كده ماشي يا خروماني خليك معانا وهتلاقي إجابة لسؤالك خليك معانا الأخ توم أهلا وسهلا بيك ألف الخير يا بينا صحتكم ربنا يحفظ عليكم الله يخليك يا أخ توم اتفضل بس أنا عندي سؤال يعني اتفضل ليه ربنا ما عملت ادم ثاني جديد يعني ادم الاولاني بدل ما المسيحيين بيطلبوا كده يعني ما عملتش ليه ادم جديد يعني ده سؤال كويس مش قادر افسر السؤال قوي لكن ليه ربنا ما عملش ادم جديد؟ ليه ربنا ما موتش ادم اللي وقع وعمل ادم ونعمل واحد تاني ده سؤال كويس ماشي ده سؤال كويس سؤال ماشي تمام شكرا ماشي يا اخي توما صدقني سؤالك حلو قوي بجد انا جاوب على الاسئله دي كلها والاخ روماني سؤالك جميل برضه أيوه. كلكم حيا اهلا وسهلا بيكم ايوه معانا تليفون ثالث ماشي يا اخي توما الو طيب بتوع التليفونات تروحوا الو الاخ وجيه اتفضل الو انا ايوه اخ وجيه اتفضل ايوه حضرتك اهلا وسهلا بيك اتفضل منورين الشاشه وربنا يبارك حياتك وانت كمان اتفضل
انا ليا تعليق في الموضوع اللي انت بتتكلم فيه. ان ربنا لما عطى الايمان عطيه الايمان ربنا عطيه مجانيه، الانسان ماليش فضل. وبعدين في نقطه تانية، ربنا لما بيدي الايمان يعني في صورتين متناقضتين ما بين ادم وابراهيم. ادم ما اطاعش وابراهيم اطاع. تمام تمام. هو يعني لكن المهم في الموضوع ان ربنا هو اللي اتخذ مع ادم ذبيحه وكساك جلد. مع ابراهيم، حتى ابراهيم لما راح يقدم ابنه ابراهيم ما عملش حاجه، ربنا موقف وراح مقدم ذبيحه بديله. بديل. يبقى هنا الايمان، عطيه الايمان عطيه مجانيه، زائد ان هي من عند ربنا باللي يطيع واللي ما يطيعش، وده فرق لينا يعني. اوكي، كلامك مظبوط يا خواجي. ربنا يباركك. ربنا يباركك يا خواجي، حقيقي تعليق جميل قوي. الاخ خواجي من فيرجينيا، حسنا بيك. الو الو. ايوه ايوه يا اخت مريم، اتفضلي. حضرتك على الهوا معاك؟ انت على الهوا. اتفضلي. بس معلش مكتوب عندي على التلفزيون اتصال وجيه. لا ما انت خليكي مع التليفون، خليكي مع التليفون. اتفضلي بس انت على الهوا، انت على الهوا. انا بكتب للمطبوخ انه الفاتر اسيل، بس بقول له ان كان الله يعني سمح ان ابراهيم يقدم اسحاق. فاحنا في حياتنا بنعاني من ممكن ابهاتنا ممكن يكونوا عندهم حته انهم يحطونا في مواجهات الحياه. ويمكن انا بعاني من حاسه ان والدي مش حاسه بالامان شويه لانه مش بيدي وعود منفذها. فانا عندي شعور ان احساس اسحاق مثلا ان بابا يضحي بيه من غير ما يكون خايف عليه، زي ما كتير بحس باحاسيس بيني من دول هنا دلوقتي عايشينها احنا في الحياه. ممكن الاب يكون معنا ما فيه وعود واب خاص بيه. فانا هل الحاجه تعرض نفس المشاعر دي انه فعلا يكون حاسس ان ابراهيم ابوه ضحى بيه كده وما شعرش ان في نوع من عدم الامان بعد كده؟ ولا اعتبرها دي نوع من الايمان؟ سؤال جميل قوي يا اخت مريم، ربنا يباركك. سؤال جميل، بتسألوا أسئلة جميلة قوي، ربنا يبارككم. معانا سعيد جدا بأسئلتكم وأكيد هنجاوب الأسئلة. أنا عايز أبدأ بإجابة الأسئلة لأن هي أنا في الموضوع. طب ناخد تليفون أخير ونرجع. مريم اتفضلي. ألو. أيوة مريم اتفضلي. أنا محتاجة تنجي الصلاة لأخويا عادل، لأني تعبان، عندي السكر عالي عليه وعيني تعبان. وانا محتاجه تلبي الصلاه لاني بقالي سنه ونص انا وجوزي معناش اولاد. ايوه. وتعبانين، نفسيتنا تعبانه، وكل ما اروح لاي دكتور يقول لي ما فيش اي حاجه سواء هو او انا، وانا مش عارفه ايه في ايه بالظبط. امين يا مريم. يعني مش عارفه. هنصلي معاكي. هنصلي معاكي وتتشجعي. على فكره هقول لك على حاجه، انت معايا؟ طيب انت معايا، ما تقفليش. ايوه مع حضرتك. طيب عارفه النهارده الصبح جاني تليفون من اخ من المنيا، بيتصل بيا وبيكلمني النهارده بيقول لي انتوا صليتوا معانا من حوالي تقريبا ست شهور حاجه زي كده، ولا من سنه مش فاكر بالظبط امتى. المهم ان ربنا يديله اولاد، بيقول على طول بعديها المدام بقت حامل وجابوا ولد وعمره شهر حاليا. انت سامعاني ولا في؟ فربنا يقدر، ربنا يقدر. خلينا نصلي يا مريم، نصلي وربنا يقدر. انت وجوزك امين. انت امين امين امين، ربنا يقدر يا اخت مريم. نسمع اخبار طيبه باذن يسوع. انجلترا الاخت نهال. ايوه اخت نهال، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ اول حاجه ازيك انت؟ اتفضلي. بعد
بعد غيبه طويله وكانت يخليك شكرا انك بتعرفنا بناس حلوه مباركه زي العازفين الشباب الجمال دول زي فعلا الترانيم. ويا ريت ما ننساش بقى ترنيمه يلي مت بدالي بمناسبه موضوع الترانيم. ايوه صحيح فعلا تانيه عايزين نسمعها. ايوه اختنا اتفضلي. انا بالنسبه لحضره القسيس هاني فربنا يباركه لان شرحه بسيط وعميق في نفس الوقت فعلا. وعايزه اسال سؤالين بسرعه عشان وقت البرنامج. اول سؤال بخصوص ان حضراتكم قلتوا ان بعد ما اخطا ادم وكسر القانون دخلت الخطيه والمسيح مات على الصليب بدلا مني ومن حضراتكم وحضرات المشاهدين علشان ننجو من العقاب وننال حياة أبدية. طيب ده كويس لغاية كده وكله مفهوم. حط كمان آية بتقول من آمن واعتمد خلص. السؤال اللي بيجيبنا بقى يعني أنا لو آمنت إن الرب يسوع صلب ومات من أجلي وقلت الشهادة إنجاز القول أشهد أن لا إله إلا الله وأن يسوع المسيح هو ابن الله وبعديها اتعمدت خلاص كده خلاص ولا إيه المقصود بالآية دي بالذات؟ تاني سؤال بخصوص قصة سيدنا إبراهيم مع إسحاق وقصة الذبيحة عايزة أربطها بالآية إن بدون سفك دم لا يحدث مغفرة فعلا. يعني كأن الكتاب عايز يعلمنا إنه علشان تترفع الخطية لازم يكون في ذبيحة دم. برضه بنتسأل السؤال ده هل الله إله دماء؟ أرجو إنك تجاوبه وربنا يبارك. ميرسي يا أخت نهال. طبعا أسئلة جميلة كلها بجد أسئلة حلوة الجميل أوي في الموضوع يعني. في الموضوع ودي حاجة كل جميلة كله في الموضوع فعلا يعني أسئلة جميلة. أنا عايز أكمل وأجاوب على الأسئلة عايزين نجاوب على الأسئلة دي أنا هجاوب أنا بس هشير حاجة أخيرة في قصة إبراهيم حضرتك علقت عليها إن الله هو اللي أوجد الخروف. إبراهيم لو أخذ معاه خروف ليقدمه ذبيحة كان هيبقى ده وكأن إبراهيم بيعمل تمثيلية فما هو معاه الخروف ده إبراهيم سئل من قبل ابنه إسحاق وهم في الطريق فقال له كده فكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال يا أبي فقال ها أنا زي ابني فقال هو ذا النار والحطب ولكن أين الخروف للمحرقة إحنا واخدين النار واخدين الحطب طب فين الذبيحة فأجاب إبراهيم فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني فذهبا كلاهما معا. وكأن الكتاب حصيص حب يأكد على كلام حضرتك إن إبراهيم راح بدون ذبيحة وإلا عشان يؤكد إن صدق طاعة إبراهيم إنه رايح لكن في نفس الوقت مش بس طاعة لكن إيمان وثقة ولأجل إيمان وثقته سمى الموضع يهوى يرأى حتى إنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. الله هو الذي أوجد الذبيحة في كل خط الكتاب وهنتكلم عن حاجات كتير بعد كده. الله المشكلة سببها الإنسان لكن دايما الحل من عند الله. السؤال اللي اتسأل الجميل أو ليه ربنا ما خلقش آدم جديد؟ ليه ربنا تحمل عبء؟ المرة كنت في مؤتمر في مؤتمرات الشباب وسألتهم السؤال ده أيهما أسهل؟ أيهما أسهل على ربنا؟ إنه آدم بعد أن أخطأ كان ربنا نفذ فيه عقوبة الموت ومات ده الأسهل ولا قصة الفداء والصلب وموت المسيح وتجسد الله في شخص الابن يسوع وموته على الصليب؟ طبعا الأسهل كان آدم يموت ويعمل آدم جديد بس لو ده حصل ما كناش نقدر نتكلم عن صلاح الله ولا كنا نقدر نتكلم عن محبة الله وقتها كان ممكن أقول عدل الله الله إدى وصية آدم كسر الوصية فأجرة الخطية هي موت وده اللي قاله الكتاب إنما بإنسان واحد اللي هو آدم دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت أجرة الخطية موت والكتاب في قانون كتاب إلهي بيقول لأن النفس التي تخطئ تموت وضع طبيعي ما كانش بس وقتها برضو لما بتقول تموت هنا المشاهدين يفهموا أنه موت أبدي موت لكن طب فين محبة ربنا وقتها فين رحمة ربنا عشان الله متصق مع ذاته هنقول ده يمكن لأن الله متصق مع ذاته فما كانش ينفع للمشاهد الكريم اللي سأل السؤال ما كانش ينفع ربنا يموت آدم ويعمل آدم جديد وإلا ما كانش هيظهر الله جانب المحبة والرحمة والنعمة اللي بنتكلم عنها فآدم الذي أخطأ السؤال الثاني
سؤال الخاص بي، طب هو ليه ربنا بيتدخل متأخر؟ يعني ليه ربنا ما منعش آدم قبل ما المشكلة تحصل؟ المشكلة تحصل يعني هو ليه ربنا ده بيحل المشكلة؟ طب هو كان يقدر يمنحها من الأساس. عايز أقول للي سأل السؤال، الله أوجد الإنسان كائن عاقل وكائن حر الإرادة، وكائن لأنه عاقل ولأنه حر فهو كائن مسؤول عن أفعاله. لأنه لو الله بيصيرنا وأنا مصير من قبل، طب هيحاسبني إزاي؟ وإيه فايدة الوصية؟ الله لو إن أنا مصير وإن الريموت في إيد ربنا وأنا مجرد دمية الله بيحركها، فلو أنا دمية الله بيحركها وأنا مصير في كل قراراتي واختياراتي وآرائي وأفكاري وكل شيء، طب إيه فايدة الوصية؟ وأين فين حرية الإنسان؟ الله في احترامه للبني آدم أوجد كائن أولاً عاقل مسؤول عن أفعاله، فلما بيجي يغلط الله ما ينفعش يسحب الكارت اللي اداه. الله سابه يغلط، الله سابه يعمل اللي هو عايزه. يعني إذا كان خلقه حر، حر الإرادة، حر الإرادة وده الوصية. بس في نفس الوقت مع الحرية في مسؤولية لأنه مسؤول عن أفعاله. السؤال الثالث الخاص بآدم غلط وقع في الخطية وكان الحل والبديل هو شخص الرب اللي رفع عنا أجرة خطيئة. السؤال بيقول طب أنا لو قلت أنا مؤمن بيسوع وأمنت بيسوع واعتمدت روح الإيمان، مش مجرد أن أقول الشهادة زي ما أختنا الجميلة قالت الشهادة أنه المسيح ابن الله، لكن الكتاب يقول إن اعترفت بإيه؟ بفمك وأمنت بقلبك. إذا مش كلامي ده الأمر، مش كلام إيماننا المسيحي، مش جملة أقولها وخلاص. إيماننا أكبر من مجرد إن أقول شهادة، يعني هو خلاها باختبار بقى. الأمر ليه بعد اختباري، ليه بعد قلبي، أختبر ليه بعد المسيح إرادي كمخلص يعني. طبعا ليه بعد إرادي. الأمر أكبر من مجرد شهادة أو كلام أقوله، يعني قول كذا. يعني مرات بنغلط إن إحنا نقول للناس صلي ورايا قول كذا بدون ما يكون الكلام ليه بعد حياتي واختباري في حياته، لكن هي مش مجرد كلام. الأمر أكبر من مجرد شهادة أو كلمات، لكن الأمر إن اعترفت بفمك ده جزء، لكن كمان إن آمنت إن آمنت بقلبك بأن الله أقامه من الأموات خلص. كلام تحب نجاوب سؤال الدم؟ هنجاوب سؤال الدم. الدم بس الدم؟ بس عندنا تليفون وعندنا ترنيمة. طبعا مش كده ولا ايه؟ اوكي ممكن نتكلم. نتكلم ليه الدم يعني بالظبط. عايز اعرف ليه دايما الدم يعني. أيوة. وبدون سفك دم. هو احنا يعني الله ما بينبسطش غير كل الخط لما يشوف الدم يعني. القصص كتابية تلاقي سواء بداية من آدم في دم. هابيل قدم دم ذبيحة، إبراهيم إيه حكاية الدم دم. دي صحيح. وخروج 12 خروف الفصح دم. ايه موضوع الدم ده؟ يوم الكفارة دم. هنقول بقى ليه الدم بعد شوية. لا فعلا ده محتاجين نعرف ليه يعني. ليه الدم لازم. وليه ربنا عايز الحتة دي بالذات يعني. لازم نجاوب على ده وتريحنا كده إن شاء الله بكل سرور. طيب ناخد تليفون. ألو أسامة تفضل. ألو مساء الخير. مساء الخير يا أخي أسامة تفضل. أنا برحب بحضرتك حضرة الأساس أنت وضيوفك. أهلا وسهلا بيك تفضل. بس كان في سؤال بسيط. ماذا لو لم آدم يخطئ؟ كان ايه السيناريو اللي هيتم بعد كده؟ يعني نتخيل ان ادم ما غلطش. وايه السيناريو بقى؟ اللي هيتم بعد كده كده طيب. هيبقى في تناسل ويبقى في طبعا الاجيال انت عايز نعمل لك قصه. نعمل لك قصه كده. لا طب ليه؟ لا خلينا نتخيل يا اخ اسام، خلينا نشوف جناب القسيس. وشكرا على سؤالك جميل جدا، ربنا يباركك. اهلا وسهلا بيك. عايزين نسمع ترنيمة. نفسي اسمع بعد كده نجاوب السؤال يعني من الترانيم الجميلة يلي مت بدالي وشايل كل احمالي. مش كده؟ في السماء بتشفع فيا وفي السماء بتشفع فيا. معرفش كان ماريو ممكن. امين امين امين. المجد والكرامة والبهاء لك علامة، سلطانك بيحررني، لك القوة والجلال من البشر أبرع
جبال نعمتك بتغيرني يا إلهي، أنا قلبي بيسجد ليك يا إلهي، أنا قلبي بيخضع ليك يا حمال مذبوح عني يا إلهي، أنا قلبي بيسجد ليك يا إلهي، أنا قلبي بيخضع ليك يا حمال مذبوح عني، ياللي مت بدلي وشايل كل أحمالي في السماء تشفع فيا، عمري ضاع واشتريته قلبي تهوي لقيته وفتحت لعنيا يا إلهي، أنا قلبي بيسجد ليك يا إلهي، أنا قلبي بيخضع ليك يا حمال مذبوح عني يا إلهي، أنا قلبي بيسجد ليك يا إلهي، أنا قلبي بيخضع ليك يا حمال مذبوح عني. آمين آمين يا رب. آمين. طيب نرجع نكمل القصة بقى، يعني أنا عايزك توصلني إن المسيح صار البديل. البديل. خليني أمشي مع حضرتك. الكتاب في العهد القديم مشي بينا سكة أنه دايما بيتكلم عن في قصة خلاص الإنسان بشكل أي. عام أي. أنا بلاقي ثلاث كلمات مهمين قوي. الكلمة الأولى هي النعمة، والكلمة الثانية هي الدم، والكلمة الثالثة هو الإيمان. الثلاث كلمات دول بيلخصوا قصة الإيمان المسيحي بشكل عام. النعمة ببساطة في تعريفها هي العطية المجانية للناس، إذا ما بنقولها ببساطة في بعض الأماكن يعني عطية ببلاش لناس ما تستاهلهاش. إن الله يتعامل بالنعمة ده معناه إن الله يعطينا بالرغم من عدم استحقاقنا. في كل القصص الكتابية حل المشكلة كان مرتبط بنعمة الله، الله هو اللي بادر بالرغم من عدم استحقاق الإنسان. الدم بقى اللي حضرتك بتسأل عنه. طب هو ليه الدم؟ لأنه القانون الإلهي من البداية يوم الرب قال لآدم، قال له يوم تأكل منها موتا تموت. طب نمشي لقدام شوية، يقول في سفر حزقيال أن النفس التي تخطئ تموت. تمام. وبالتالي ومن هنا وبعد كده فكان لابد يحصل موت. طب الموت ده هل يتعمل تمثيليه بشكل، لازم يكون موت حقيقي، موت حرفي فعلا. والانسان لما بيجي يموت لابد ان يسفك دمه. ليه يسفك دمه؟ الاجابه في لويين 17 وعدد 11. لويين 17 والعدد 11 يقول لان نفس الجسد هي في الدم، فانا اعطيتكم اياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس، لذلك قلت لبني إسرائيل لا تأكل نفس منكم دما. طيب يبقى الدم أعطي للتكفير. لو رحنا للعهد الجديد في عبرانيين 9 وعدد 22 يقول وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم. ناموس إيه ده؟ نحكي الحكاية دلوقتي. وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. هو الناموس ايه؟ ده الناموس الطقسي اللي الرب ده للشعب. ايه الناس، لعل يكون المشاهد ما يعرفش قصة الناموس الطقسي في العهد القديم. يحكيها ببساطة. الرب قال للشعب كل مرة تغلط تروح تختار ذبيحة وتيجي تقدم الذبيحة دي، وليها شروط كمان، يعني وليها شروط في الذبيحة. طبعا الامر ما كانش ليها شروط في مواصفاتها ونوعيتها. والرب طلب من الشعب انه يقدم ذبايح في العهد القديم. كان هدف الذبايح حاجتين. الهدف الاول كان في ذبايح للتكريس عشان يعبروا بيها عن ارتباطهم وتكريسهم لربنا، لكن الهدف الثاني موضوع الحلقه هو التكفير عن الخطيه. والطريقه اللي كان يقدموا بيها الذبيحه الجناب الاسيس سمير تؤكد ليك فكره ارتباط الدم بالخطيه. كان الشخص يجيب الذبيحه ويطلب منه الكاهن يحط ايده على الذبيحه لتنتقل خطية الشخص اللي عملها منه إلى الذبيحة اللي هتدبح عنه يعني. وبعد ما يحط إيده على الذبيحة وبعد أن تنتقل الخطية إلى الذبيحة يؤخذ الذبيحة وتدبح ويسفك دمها، ويؤخذ من الدم ويرش على المذبح
لنوع من الحصول على غفران الله. طب إذا برضه الغفران كان مرتبط بالدم, بالدم. الآية بتقول بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. السؤال بقى اللي لازم نسأله واللي كتير مرات بنسأله, طب ليه ربنا عمل فكرة الذبايح؟ ده من البداية حقيقة, ده شايف من صفة التكوين يعني. ليه الذبايح يعني؟ من خلية الإنسان. الذبايح كانت رمز للذبيح الأعظم يسوع, لأن إعلان الكلمة يعني مشيت في العادة القديم كلها بتدرج رموز يعني زي ما قال في عبرانيين وأصحاح 9. هنيجي للمقطع الكتابي ده, إنه في عبرانيين 9 يتكلم عن فكرة الذبايح على أنها, يقول كده, هذه الذبايح كانت نموذج مثال رمز يعني. خلينا أقرأ عشان وقتنا في عبرانيين 10. يقول أن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء, بيتكلم عن صورة, بيتكلم عن رمز. طيب إيه اللي قصده ربنا يقوله من خلال الذبيحة؟ أفتكر قصده يقول أربع حاجات. الأولى إن أنا بكره الخطية, وعشان كده كل مرة تغلط هات ذبيحة عشان يفكر الشعب إن أنا إله قدوس ما بحبش الخطية. وزي ما قال الكتاب لا يطيق الإثم, وعيناه, قال عنه الكتاب, عيناه أطهر من أن تنظر الشر. ودايما كان يا أسيس جون, معلش أيوة. سؤال يعني, هو دايما كان بيتوقع أني لابد أن عوضا عن المخطئ يكون في ذبيحة. وعشان كده دايما يتوقع دايما أن في ذبيحة. الأمر الثاني عشان كده قال له أنا بكره الخطية. الأمر الثاني عشان أغفر الخطية دي لابد من يكون في ذبيحة, يعني لازم حد يموت. لابد من الموت بديل عن الـ عن الـ عن الشخص. فكان لازم ذبيحة كبديل عن الشخص ده. وبقى الأمر الأول قال لهم أنا أكره الخطية. الأمر الثاني اللي الكتاب حاب يقول لهم أنا بدون سفك دم, بدون ذبيحة مفيش مغفرة. ما هو بقى عنده شروطه دايما الذبيحة. الأمر الثالث أنا وحدي اللي أغفر الخطية. طب يعني فضل يعمل كده وقت طويل. طبعا فضل يعمل كده وقت طويل, آلاف السنين فضلت فكرة الذبايح مستمرة طالما الهيكل موجود. الهيكل كان فيه ذبايح, توقفت الذبايح بعد سقوط الهيكل. لأنه ما فيش مذبح. طبعا بعد كده الله جاء في المسيح يسوع. ما كانش هينفع بقى نكمل بالذبايح دي على طول. ما كانش هينفع. اشمعنا بقى؟ ايوه, هو تجسد بالظبط زي ما بتقول حضرتك, وجاء المسيح بديل. تمام, مش كده برضو؟ تمام. طيب تمام. يعني طب ليه ما احنا ماشيين في الذبايح كويس وزي الفل يعني؟ الذبايح والخرفان كتير احنا مرات, او الخرفان كتير يعني مرات نظن بس افتكر ما كانتش الخرفان هتقضي كل خطايا الناس يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا عايز اكد على حاجه للناس اللي بتسمعنا, اللي كان بيغفر الخطيه مش دم الخروف اللي بيذبح على ده, كان مجرد رمز يعني. الله اوجد الفكره دي عشان بس يؤكد بيها للناس الثلاث اربع حاجات اللي قلتهم. انا بكره الخطيه, اجره الخطيه هي موت. الامر الثالث انا اقدر اغفر الخطيه دي, وكمان عشان يرفع عينيهم على الصليب وعلى المسيح الذبيح الاعظم عنهم. لكن الذبيحه في حد ذاتها, دم الذبيحة ما كانش ده أساس الغفران. يعني أنا مثلا كان ممكن يعني ماشي معاهم لغاية ما يفهموا القصة بالظبط يعني. هم هي فخدته وقت شوية عبال ما يفهموا, ولأنه يعني إعلان الله إن لازم حد يموت بالظبط. لأن إعلان الله في إعلان متدرج, الله ماشي بالناس سكة بحسب إعلانهم وبحسب تدرجهم إلى أن جاء الوقت وملء الزمان وجاء البديل الأعظم يسوع بقى. يسوع اللي جه وقال عنه إشعياء, طبعا في كل نبوات اللي جت عنه في العهد القديم وهي بتعلن, بيقول كده مجروح لأجل معاصينا, مسحوق لأجل أثامنا. وبعدين يتكلم عن البديل ده رسول بولس, يحكي بقى القصة ويشرح موت المسيح, إنه الموت لم يكن موت المسيح لأجل نفسه. المسيح لم يموت لأجل نفسه, ولم يأتي وتجسد ولا لأجل ملائكة, لكن هو كان لازم الله يتجسد يعني. كان لابد, كان لازم, لأنه كان لازم, ما فيش حل تاني, البديل تاني يعني. طب ما نوح زي الفل ماله يعني. أيوه كان أو شخص تاني. وإبراهيم ما زي الفل يعني. ليه المسيح بالذات؟ ما تاخدني بالراحة مع حضرتك بتقول أن أيوه. إبراهيم ده كان قريب من ربنا جدا, وكان يكلم الله زي موسى وجها لوجه. وجها لوجه. موسى ويقولوا يعني إبراهيم ده صديق الله, خليل الله, مش كده برضو؟ أيوه. طيب إذن
يعني ما الراجل كويس يعني ما ده سؤال كويس ما نخليه يموت يعني. هو ليه المسيح مش ابراهيم ولا موسى مع ان ابراهيم خليل الله وموسى كليم الله؟ ليه مش واحد من الانبياء؟ ليه فعلا؟ ليه؟ تعال بقى نقول ليه. ليه لازم المسيح يعني؟ تعال نقول ليه. اول حاجه لان اول شرط في البديل ان لازم يكون بلا خطيه. هتدينا الشروط دلوقتي؟ لازم نتكلم. طب انا اكتبها بقى. لازم نقول لان فعلا عايزين شروط تنفع تطبق على حد في العهد القديم لأن ولا ما تطبقش. نتكلم عن شروط البديل. انت بعد ما تقولهم لنا كده 1 2 3 يعني. طيب. 1 2 3 4 كده. وبعد كده نشرحهم. طيب. لا بعد كده نسمع ترنيمه. حاضر. ماشي. طيب. ناخد كده واحد. اول شرط في البديل انه لازم يكون خالي من الخطيه وبلا خطيه. انا بكتب وراك خالي من الخطيه وبلا خطيه. لانه ببساطه يا ريت الساده المشاهدين يعني نطلع نشوف ايه شروط البديل يعني. لانه ببساطه لو هو مخطئ زيه زي غيره فهو ازاي هيقدر يعمل عمليه البدليه؟ يعني لو هو واقع في نفس المشكله، انا مديون هسدد ازاي ديوني ومضروب بنفس الضربه بالظبط؟ يعني انا مديون للقسيس هاني، طب انا هسدد ازاي ديوني لحد تاني؟ بالظبط. لو انا واقع في نفس المشكله وانا مديون بنفس الدين، لو انا عليا نفس الحكم، انا هساعد نفسي ازاي يعني؟ وبالتالي طب هو هل كل الناس مضروبه بنفس الضربه؟ الكتاب يقول عن الناس ايه بقى؟ يقول الكتاب في اكتر من موضع. تقصد كل البشر؟ كل البشر. يقول في روميا 10 عدد روميا 3 عدد 10 انه ليس بار ولا واحد كمل الايه يقول ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، وبعد كده يقول الجميع زاغوا وفسدوا. نعم ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ده بعد كده يكمل يا حضرة سيس ويقول في نفس إصحاح رومية 3 وعدد 23 يقول إذ الجميع أخطأوا. شفت التعبير واضح وصريح إزاي؟ رومية 3 وعدد 23 إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. طب الكل غلط. طب تعالى نرجع للكتاب. موسى غلط؟ غلط. طب إبراهيم غلط؟ غلط. إبراهيم خليل الله وراجل كويس ومطيع، بس الكتاب يسجل لإبراهيم مش كذبة واحدة، لكن يسجل له كذبتين. وده من روعة الوحي إنه سجل أخطاء الأنبياء عشان يقول ما كانش ينفع نبي ولا رسول ولا ملاك. هو سجلها قصد يعني أساس هاني سجلها قصد عشان نعرف يعني الجميع أخطأوا، إني أغلق علينا تحت الخطية. طيب. كل الناس أخطأت. ماشي. تفتكر أول حضرة سيس يبقى أول شرط لازم يكون يسوع. ونرجع تاني نحكي فيهم يعني. يسوع طب ليه يسوع؟ هو يسوع ما يسوع اتقال عنه رباعية جميلة قوي يا دكتور سمير. يقول أول حاجة يقول الذي لم يعرف خطية. نمرة 2 يتقال عنه الذي لم يفعل خطية. نمرة 3 يتقال عنه ليس فيه خطية. والأمر الرابع يقول جرب في كل شيء فيما عدا الخطية. فهو بلا خطية ولم يعرف خطية وليس فيه خطية يسوع. وعشان كده في إعلان ميلاده قال الملاك للقديسة المطوبة العذراء مريم قال لها لأن القدوس المولود منك يدعى ابن الله قدوس. يبقى أول شرط في البديل أن يكون بلا خطية. الشرط الثاني هو مين اللي غلط يا حضرة السيس؟ الإنسان ولا الملاك؟ الإنسان. يبقى مين اللي يسدد الدين؟ الإنسان. فيجب أن يكون إيه؟ إنسان. يكون إنسان. يعني ليه مش ملاك افتدانا؟ لأنه الغلط الإنسان، واللي لازم يسدد الدين إنسان، وعلشان كده كان لازم الله يجي في شكل إنسان. أتسأل السؤال ده كتير من إخوة وأصدقائنا يقولوا لي طب ليه اتجسد؟ ليه؟ يعني هو كان لازم يبقى بني آدم؟ كان لازم يبقى إنسان؟ كان لازم. ليه لازم يبقى إنسان؟ لسببين على الأقل يعني أقولهم واكتفي بيهم. الأمر الأول لأن الغلط إنسان واللي ينوب عنه لازم يكون بشر وإنسان زيه. الأمر الثاني لازم يموت، لأن بدون سفك دم وبدون موت لازم يموت. فالروح ما بيموتش، يعني الملاك ما ينفعش يموت لأنه أرواح روح، لكن اللي يموت هو الإنسان. فكان لازم الله ياخد شكل جسد ويجي ويموت يعني. تمام. أيوه. بس نيجي لإشكالية كبيرة بنتسألها السؤال ده مرات كتير. طب هو ينفع الله تعالى يبقى إنسان؟ أنا بجاوب بأمرين في منتهى البساطة. هو أنا بسأل هو الله يقدر يعمل كل اللي هو عايزه؟ يقدر. طب إذا الله يقدر يعمل كل اللي عايزه وأراد إنه يعمل اللي هو عايزه ويجي في شكل إنسان، إيه اللي يمنعه إنه يعمل كده؟ طب هو إيه الدافع اللي يخليه يعمل كده؟
هنقول ده ونبرهن على ده بمحبة ربنا. يبقى تاني شرط ان يكون انسان لانه بيمثل البشر. الامر الثالث، الشرط الثالث، لازم يكون انسان غير محدود، لان الغلطة في حق شخص غير محدود. اقولها ببساطة حضرة الاسيس سمير للمشاهد الكريم، لما انا بغلط في حق ابني انا بعتذر له، ابني او زوجتي او صديق ليا. لكن لو غلطت في حق رئيس او مسؤول، الغلطة تبقى الغلطة بتاخد حجمها من حجم اللي اتغلط فيه، صح كده؟ يعني الغلطة في مع الابن او الصديق ممكن تعدي، لكن مع رئيس البلاد مثلا الغلطة بتاخد حجمها من حجم اللي انا اخطأت في حقه. فانا اخطأت في حق الله الغير محدود، تمام؟ والغلطة وصلت لكل الناس، وبالتالي لازم اللي يموت يكون غير محدود واعلى من الانسان. وده سؤال الحاجة اللي كنت بشوية بتقوله، طب ما الخرفان كتيرة ونعم الخروف. الخروف أقل من الإنسان، فما كانش ينفع يفدي الإنسان. الإنسان أعلى من الذبايح. فلابد من أنه لو أنا النهاردة عايز أقدم عن الإنسان يجب أن يكون أعلى مرتبة منه. فكون يبقى تالت شرط في البديل أن يكون غير محدود، عشان كفرته تكون غير محدودة تكفي لكل الناس من جانب، وتفى الله حقه لأن الله غير محدود. الشرط الرابع والأخير في البديل، يبقى الشرط الثالث كان انه لازم يكون غير محدود وقوي. الشرط الرابع والاخير، لازم اللي يقدم نفسه كبديل لازم يكون اولا يملك نفسه. هو هل ينفع اقدم حد يقدم نفسه من غير ما يكون هو يملكها؟ البني ادم يقول انا املك نفسي، لا، احنا لا نملك انفسنا، احنا ملك اللي خلقنا، صح؟ احنا مش ملك انفسنا. عشان كده مرات كتير اجاوب للشباب والناس اللي بتقول انا حر في نفسي، لا، انت حر، بس احنا ملك لله بالخلق، هو اللي اوجدنا، احنا اختراع ربنا. فالله يمتلكنا بالخلق، عشان كده احنا صنعة ايديه، عمله، نحن غنم مرعاه. فبيقول الكتاب، يقول انه الوحيد اللي يملك نفسه هو مين؟ هو الله. عشان كده لما يسوع مات، حضرة الاسيس، وفي قصة موت المسيح بطرس حاول يدافع عنه، فلما جه راح مسك بطرس السيف وقطع أذن عبد رئيس الكهنة. الكتاب يقول إن الرب بص لبطرس كده وقال بطرس، هل أنت مفكر إن أنا ضعيف ما أقدرش أدافع عن نفسي؟ أنا ممكن أطلب 12 جيش من الملائكة يدافعوا عني. خد بالك يا بطرس، أنا لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أأخذها. انا يا بطرس، انا املك نفسي، انا لي سلطان اضعها ولي سلطان ايه ده؟ كانه عايز يقول له انا الخالق، يعني انا الخالق، انا املك نفسي. أنا يا بطرس، وده ياكد فكره حضرة اسيس انه على الصليب الموت لم يهاجم المسيح زي ما الموت بيهاجمنا. احنا بنموت ازاي؟ فجاه الروح بتنفصل عن الجسد، الموت يهاجمنا، لكن الوحيد اللي الموت لم يهاجمه هو يسوع. لكن يسوع أسلم نفسه للموت. فيقول الكتاب أنه في نهاية القصة على الصليب قال الرب كده، قال له يا أبتاه في يدك أستودع روحي. وكأنه عايز يقول له أنه أنا أميت ذاتي. مرة بيلاطس بيقول للرب، قال له أنت ليه مش بتجاوبني؟ أنت مش عارف أن أنا ليا سلطان؟ أن أنا، قال له لم يكن لك علي سلطان لو لم تعطى من فوق، يعني ده معطل. وبالتالي شرط البديل الرابع لازم يكون يمتلك نفسه، يمتلك نفسه، والوحيد اللي يمتلك نفسه هو الخالق، مش المخلوق. كلام جميل جدا. دول الاربع شروط في البديل. الاربعه دول انطبقوا على يسوع. ومنها صار هو البديل، طيب. وكان والبديل ده مش، يعني عايز اختم فكرتي بالامر ده، البديل ده مش احنا اللي اخترناه ولا قرناه. فالمسيح لما صار بديلا لنا، الفكرة ما كانتش لا من البشر ولا من الملائكة، الفكرة كانت من قبل الله. حضرة سيد، زي ما حضرتك تفضلت وقلت في البداية، الخط ماشي ان دايما اللي بيحل المشكلة هو مين؟ هو الله. وعشان كده الرسول بطرس قال لهم يوم الخمسين وهو بيوعظ، انتم الذين صلبتموه بمشورة الله المحتومة. يعني موت المسيح لم يكن بقرار من ملاك او انسان أو بقرار من محاكم أو ملك، لكن موت المسيح بديلا عنا ده كان قرار الله الآب، اللي لما شافنا في الخطية وعقاب الخطية يقول بين محبته لنا إذ ونحن بعد خطاة مات المسيح
لأجلنا. طب هنرجع مرة تانية للحديث الجميل ده. أيوة. ونكمل عندي شوية أسئلة. لكن في تليفونات. ناخد كم تليفون؟ مين نستعمل؟ الأخت صباح من أمريكا، أهلا بيكي، تفضلي. أنا صباح. الأخ صباح، أهلا وسهلا بيك. الأخص. أنا حييت وحيي الأخت هاني موسى. أهلا وسهلا بيك. وحيي الشباب كلكم موجودين هون. أهلا وسهلا بيك. أولا عندي سؤال. تفضل. تجرأوا تكونوا يعني تكونوا جريئين. عندما خلق الله الإنسان، خلق الإنسان والإنسان خطأ ووقع في خطيئة مميتة. اوكي، والانسان لا يقدر ان يخلص نفسه لانه هو مخلوق، اي بانه خالقه هو الله. هو الله خالقه، وهو يحرف الخطيئه التي وقع فيها. كان لابد ان هو يدفع الموت، يدفع ثمن هذه الخطيئة. الله يدفع ثمن هذه الخطيئة لكي يخلص الإنسان كما أراد الله أن يكون الإنسان. أيوه. فإذا من جاء ومات ودفن وقام، أوكي، كان يريد أن يجعل هذا الإنسان أعلى من مرتبة الملائكة. فبهذا هو الذي خلقه وبعلمه أخطأ، فكان على الله أن يأتي بوحده يأخذ الإنسان نفسه لكي يموت ويدفع عنه الخطيئة، حتى يقوم هذا الإنسان بإنسان جديد يوم القيامة، إنسان ممجد كما مجد جسم المسيح، كما مجد جسد المسيح. فعندما نقوم بين الأموات، نقوم بجسد نظيف غير مائت. خلقه على موت أن لا يموت. أيوه. ربنا يباركك، رسالة جميلة جدا. هو مات بدلا عنا. رسالة جميلة، ربنا يبارك حضرتك يا صباح. ناخد الأخ عماد من أسوان. أهلا بيك يا أخ عماد، تفضل. أهلا بيك. احنا آسفين انتظارك على التليفون. آسفين جدا. تفضل. ربنا يبارككم. الله يخليك يا عماد. ميرسي قوي. ضيفك والشباب الحلوين، ربنا يبارككم كلكم. ربنا يبارك حضرتك. اتفضل يا اخي عماد، اتفضل. امين. انا بتكلم بس حب المسيح اللي اعلنه على الصليب. يعني حب عظيم. كيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره؟ الدم اللي دفع فينا دم غالي. ايوه. بس انا ليا رساله عايز اعلق على موضوع الايمان. ازاي انا احصل لو الانسان بيشك ان خد الخلاص او ما خدش؟ في ايه جميله في رساله افسس 1:13 بتقول: إذ أمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. إيماني أن أصدق عمل الصليب مجرد ما أدي كتوبة حقية، اللهم ارحمني أنا الخاطي، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، أصدق أن أنا اسمي اتكتب في سفر الحياة وكل نفسي مهروك، أبتدي أقاوم إبليس، علاقتي بالكنيسة والصلاة والتسبيح لرب المجد والكتاب المقدس أتغذى بيه، هشهد للمسيح، أمنت لذلك تكلمت، وهكون وارث مع رب المجد، أجيب ورثي. قال لك: من يغلب يجلس معي في عرشي. ده احنا لينا بركات جميله. انا ارسلت لكل حبايب المسيحيين، صدقني الموضوع سهل جدا، الموضوع قرار من القلب، واعلن توبه وما اشكش، ده الايمان، ان اصدق عمله عشاني. امين يا اخي عماد. ربنا يباركك. بنت الرب، انا وسهلا بيك، اتفضلي. مساء النور. كان في اخت، معلش، عامله مداخله مع حد تكلمكم بخصوص مشاعر الحق، وبتقول ان هي تعرضت لاهانات. ايوه. انا عايزه اقول بس في النقطه دي ان الحق ما كانش ابن عادي، يعني الحق ابن لشخص كان بيعرف ازاي يتكلم مع الله، كان بيخاف الله، كان بيطيع الله. فطبيعي جدا ان الحق اخذ
جزء كبير من مشاعري، فما كانش عنده حته بقى ايه يعني مشاعري انا فين دلوقتي، لا ده هو عايش بمشاعر الروح مع ابوه اللي بيعرف يتكلم بيعرف يخضع بيعرف يسمع. فبالتالي هو خد كل المشاعر الجميله دي، فبالتالي لما يتحط كده على المذبح ما كانش خايف، ده كان كله ايمان وطاعه زي ابوه بالظبط. ايوه ربنا يبارك. يعني طبختي تعليق جميل فعلا، ثانك يو، شكرا بجد. كلها تليفونات جميله قوي وتعليقات جميله، وده بيشجعني قسيس هاني اني اسمع ماريو في ترنيمه. طبعا عايز كده الجو كده، عايز يعني نسمع ترنيمه. حياتي عشان تنادي شكر وحمد وتسبيحات، فرح ترنيماتي بيه نغمة في ضي السماويات. نادى حياتي عشان تنادي شكر وحمد وتسبيحات، رافع راية الأناشيد راسم فرحي على الأوتار، كل حياتي للتمجيد أنا والعود ليسوع البار، فرحة عجيب الغمر سكين فيض الحب رفعني إليه، رايت الفرحة عليها صليب هو السر اللي مخبيه، ورافع راية بالأناشيد راسم فرحي على الأوتار، كل حياتي للتمجيد أنا والعود ليسوع البار، عهد الفرح مدى الأيام عهد سلامه لينا أكيد، مات علشان يسعنا وقام داس الموت وعطانا العيد، ورافع راية بالأناشيد راسم فرحي على الأوتار، كل حياتي للتمجيد أنا والعود ليسوع البار، دوسي بعزي يا نفسي كمان دوسي معاه كل الألمات، مات علشان يسعنا وقام ده اللي عطاك الحريات، ورافع راية بالأناشيد راس فرحي على الأوتار، كل حياتي للتمجيد أنا والعود ليسوع البار، أنا والعود ليسوع البار. طيب احنا بقى لنا حوالي 5 دقايق تقريبا أو 6 دقايق، فطبعا نفسي قوي يعني نعمل حاجة. نفسي نبص للكاميرا بتاعتك ودي رسالة لحد بيشوفك النهاردة ومش مقتنع، كل قلت ده مش مقتنع بيه وعايزين نوصل له رسالة عشان يقتنع أن يسوع هو البديل. ينفع؟ الكاميرا بتاعت حضرتك هنا. نفسي تبص للكاميرا وتكلمه فعلا. أنا عايز أجاوب عن سؤال، أنا متأكد أنه أكيد المشاهد دلوقتي هو قاعد بيسمعني
بيسأل السؤال. وبعد كده هقول الرسالة الشخصية للناس اللي أنا عايز أقولها والمثقل بيها. الأمر اللي أنا عايز أقوله وأجاوب عليه هو، هل ما كانش ينفع الله يغفر الخطية من غير البديل يسوع؟ كانش ينفع ربنا يعني يغفر؟ ما هو مكتوب عنه غفور رحيم وغافر الاسم. هل ما كانش ينفع؟ ما كانش ينفع لأن الله منسجم مع ذاته في طبيعته. مرة قريت كده على حاجة يقول لك إنه دائما رحمة الله تسبق عدله. كلام ده مش مظبوط، لأن لو الرحمة تسبق العدل يبقى عدل الله عمره ما يتحقق، لأنه طول الوقت يجي الله بالعدل يلاقي الرحمة موجودة. لكن دايما الرحمة والعدل والحق والسلام والنعمة والمحبة، الكل ده في الصليب بنلاقيه. لازم يسوع، كان لازم يسوع، لأنه زي ما الله محب ورحيم، الله كمان عادل وقدوس وبار وصادق كمان. الله في صدقه قال موتا تموت. وبالتالي أطلع من ده لرسالة شخصية للمشاهد، هو أنا محتاج ليسوع؟ أنا وأنا قاعد بسمع دلوقتي، هل أنا عندي احتياج ليسوع؟ أنت محتاج ليسوع، محتاج ليسوع على الأقل لثلاث أسباب. السبب الأولاني إن في حكم قضائي عليك، في حكم بالموت بينتظرك، لأن الوصية من البداية موتا تموت وأن النفس التي تخطئ تموت. فأمام هذا الحكم القضائي والإشكالية القضائية، أنت لازم تدور على حد يموت بديلا عنك، لازم حد يشيل عنك عقاب الموت ده عشان تقدر تستمتع بالحياة الأبدية. لأنه لو ما قبلتش الحد ده هتبقى أنت في حكم الموت، وده اللي قاله الكتاب. إنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. أنت إذا ما قبلتش يسوع هيتنفس فيك الحكم الإلهي القضائي اللي مش هنقدر نهرب منه، وهو الموت الأبدي بالانفصال عن الله في جهنم. وده حق كتابي واضح يقول الكتاب عنه في رسالة العبرانيين. الأمر الثاني، رسالة أنت محتاج ليسوع اللي حررك مش بس من عقوبة الخطية لكن سيادة الخطية. لكل اللي بيسمعوني دلوقتي، جايز تكون مستعبد لخطية أنت مش قادر عليها، أنت مستعبد لأمر مش قادر تتحرر منه مع أنك نفسك تتحرر منه. يسوع هو اللي بيحررك، لأن في موت المسيح على الصليب مش بس أنهى مشكلة عقوبة الخطية لكن أنهى كمان حاجة اسمها سيادة الخطية. أنت تقدر تختبر الحرية في المسيح، لأن إنساننا العتيق قد صلب معاه، يقول ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية. عايز أبشرك أنت هتبقى حر، بقولك المسيح، لأن في وعد مكتوب تعرفون الحق والحق يحرركم. لو أنت مستني حرية من الطبيعة السقطة الفاسدة، يسوع يحررك. يبقى يسوع أنت محتاج لي يسوع؟ يسوع ينقذك من عقوبة الخطية، يسوع يحررك من سيادة الخطية. أخيرا، يسوع هو رئيس الكهنة اللي يحس بيك، لأن يسوع مش ميت، يسوع الآن حي. في ختام الحلقة حضرة أسيس لابد نقول أنه يسوع قام وجلس، يقول الكتاب عنه بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس عن يمين العظمة في الأعالي. يسوع حي، يسوع قريب منك، يسوع قادر يحس بيك. مجرد ما ترفع عينك للسماء هو حي. قال عنه كاتب رسالة العبرانيين، إذ هو حي في كل حين يشفع فينا. أنت تحتاج ليسوع. كل مشاكلك وظروفك وكل خطاياك وضعفاتك وكل إثمك وشرك، وأنا بشاركك نفس الحاجة، كلنا بنغلط وكلنا بنسقط وكلنا بنقع وكلنا عندنا، لكن لنا يسوع اللي في السماء بيشفع فينا، ودم يسوع الذي يطهرنا من كل خطيئة. آمين. مجدا، يعني بجد رسالة واضحة جدا. طيب بين حوالي دقيقتين، هل ممكن نقدر نصلي ولو في نص دقيقة كده؟ للناس نصلي لأجل طلبات صلاة اللي جت. آمين. يلا أحبائي نغمض عينينا كده في أي مكان أنت فيه ونصلي معاك. صلي معاك. يا رب يا رب يا رب نشكرك، يا رب نشكرك، يا رب يا رب نشكرك. اتفضل يا سيس، اتفضل. يا رب اشكرك يا رب، انا من كل القلب انا بشكرك لاجل يا رب كل طلبه صلاه ولاجل كل سؤال قلبي يا رب. اخواتي الاحباء المشاهدين وضعوه امامنا يا رب، ولاجل كل حد كمان يا رب قدام الشاشات دلوقتي عنده طلبه معينه او امر معين وما اتصلش بينا وما قالوش، يا رب انا بصلي لاجل انك مكتوب عنك سامع الصلاه، اسمع لكل صلاه وطلبه وصرخه يا
يا رب كل أناس محرومين من الأطفال يا رب، وأختنا اللي اتصلت وأخونا اللي اتصل، أنت قادر يا رب تدي ثمرة البطنة التي هي أجرة من عندك. كل حد بيعاني من مرض، كل حد بيكتس في مشكلة، كل حد بيعاني من أوجاع معينة، كل حد يا رب بيعاني من ضيقات معينة، كل حد يا رب بيعاني من ضغوط معينة، كل حد نفسه مكسورة ومرة، كل حد موجوع وحاسس بالوحدة والألم. يا رب النهاردة بنقول لك زور يا رب، عدي وزور اللي مل أو كل تحت المرض، زور يا رب كل المرضى، زور كل التعابة، زور كل الحزانة، زور كل المتألمين والمجربين، زور كمان كل المستعبدين للخطية يا رب. النهاردة بنصلي لأجل حرية، حرية حرية يا رب، ناس تتنقل من الموت للحياة، من الاستعباد إلى حرية مجد أولاد الله. النهاردة بنصلي لأجل كل نفس وضعت ثقتها فيك يا رب، وهتيجي استجابة صلواتي يا أمين في اسم يسوع. يا رب نسمع كل استجابة لكل طلبة وكل صلاتي، كل المجد يا رب في اسم يسوع نصلي. آمين. 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 بشكرك يا أسيس جدا، وشرفنا بيك كتير قوي، وأحباء المسبحين شكرا ليكم جدا جدا، العازفين وماري ربنا يبارككم. أعزائي المشاهدين الكرام، أشكركم لأجل بقائكم معنا الوقت الجميل ده، وإن شاء الله نلتقي الخميس الجاي مع حلقة مميزة جميلة جدا. الله يدينا وقت رائع جدا. اتصلوا بينا، اتصلوا معنا، كل معلوماتنا موجودة على الشاشة، وفريق متابعة على تم استعداد يتواصل معكم، ونلتقي بكم مع حلقة جديدة. ليجي وقتك، أترككم في رعاية الله.